السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في قناة أسهل الطرق للوصول إلى كندا. اليوم راح نتكلم عن مدينة هاليفاكس، مدينة ساحلية في كندا. اليوم راح نتكلم عن شركة في النظافة أو شركائك في النظافة، شركة مملوكة لعائلة وتشغيلها منذ 1977. لا تطلب منك لا دبلوم لا شهادة، لا شهادة لغة، لا دبلوم عالي أو شهادة علمية أو جامعية، ولا حتى رخصة عمل. واحنا تكلمنا عن رخصة العمل اللي كندا شالتها في هذه المواضيع وهذا الكود. شركائك في النظافة طبعا موجودة، هاي راح أخليكم إياها في صندوق الوصف. وحصريا ولأول مرة نتكلم عن هاي الشركة في اليوتيوب وعلى قناتي بالذات. ما هي الخدمات التي يمكن مساعدتنا؟ طبعا تنظيف، حراسة، مشاريع تجارية، تنظيف سكني، تاريخ العمل منذ 40 سنة، نحن تجاه عملائنا يعادل التزامنا تجاه موظفينا ويستفاد من منزلك أو مكان عملك مباشرة. موظفون مدربون تدريب عالي وذو خبرة وذو فخر، وهالكلام من هذا الكلام الموجود. وفي توفير بيئة عمل آمنة وفعالة على أن يتم التعامل مع موظفينا وعملاء البيئة باحترام وحمايتهم. طبعا الشركة موجودة، هذا العنوان مالتها، رقم تليفونها موجود، ساعات العمل الاثنين لحد الجمعة من 8 صباحا 8:30 صباحا إلى حد 5 عصرا. وطبعا هنا يتكلم الكثير، تقدر تفتح الصفحة حوله، طبعا حخليكم اياها بصندوق الوصف. فقابل الفريق او شوف الفريق مالتهم موجودين. طبعا هنا العمالة في كندا 95% هي من العنصر النسائي، 95%. شوف المرافق النظافة مثل مكاتب، مباني حكومية، مرافق تعليمية، مؤسسات، مطاعم، قطاع تنظيف مثلا سجاد، تنظيف مفروشات، تنظيف بساط، تنظيف شبابيك، تنظيف ما بعد البناء، تنظيف العناية بالأرضيات، تنظيف المنزل. بس ما يحتاج منك لا خبرة لا شهادة. مو تيجي تقول لي هم يريدون مني خبرة، ماكو احد ما يفتهم بالخبرة، ما حد يفتهم بالتنظيف، لا حد يقول لي انا ما اعرف انظف. هاي عيب، هاي شغلة عيب انه تقول انا ما اعرف انظف. طبعا هنا يتكلم قصتنا، تقدر تأسست وكذا، وكامل خدمات مساجد كام اريك مارتي بتنظيم بتنمية العمل التجاري، ويتكلم عن قصتهم. وتجي هنا الخدمات، تجاري، سكني، الاخباري، احنا نروح وين على الوظائف. احنا اهم شي عندنا الوظائف، راح اشوفكم شلون نقدم على الوظائف. وندخل هنا على الفرص العمل الحالي. عندك دوام جزئي، عندك دوام وظيفة دوام جزئي، وعندك وظيفة دوام كامل في كندا. طبعا منظف مسائي ندخل عليه، راح نروح عمو عاد اشوفكم شلون تقدم عليه. هي في مدينة هاليفاكس، مو تورنتو ولا اوتاوا ولا كيبيك مونتريال، انها في هاليفاكس ولا حتى كولومبيا بريتش. نكتب تقديم الان. طبعا هنا تكتب الاسم الاول الك، مثلا انا راح اكتب احمد، راح اشوفك شلون بالضبط شلون تقدم على هاي الوظيفة. الكنية مثلا نكتب الكنية مالتي، او تكتب اسم الجد مالتك او اسم ابوك نفس الشي. هنا البريد الالكتروني، هم راح اكتب البريد الالكتروني مالتي، ياهو، جيميل، اي ايميل، او اي ايميل مثلا من انواع الايميلات، مثلا عندك جيميل، عندك ياهو، عندك باقي انواع انا ما حافظها، انت تقدر مسوي على اي ايميل تقدر تكتبه، وانا مسوي على الايميل الياهو. طبعا مثلا حطيت الكاف، اي نعم خليت الكاف، نحط مو هاي الثانية،
yahoo.com. هاي خلصناها. رقم تليفونك تخلي، بس هو محط نجمة، بس تتخلي هنا للإثبات إنه من أي دولة عربية. يعني تقدر من الجزائر مثلا، تقدر من كل الدول العربية. هسا نشوف العراق موجودة، هاي العراق موجودة، نقدر نخلي من ليبيا همينة، نلقى من موروكو موجودة، هاي موروكو، مكسيكو، تقدر بكل، من عمان، كل الدول العربية، حتى اليمن تقدر تقدم منها، الصحراء الغربية تقدر تقدم منها. طبعا هم من عندي، هياتها موجودة، موجودة قدامكم، انت تقدر تشوفها. تقدر ان من السودان، تقدر هياتها لقيت السودان همينة، ها السودان تقدر تختار اذا كنت من السودان. طبعا انا شنو اختار من العراق حتى اشوفكم يعني بالاثبات بالدليل. هو راح يقول لي ها كتبت العراق. لا المقاطع، احنا ما عندنا مقاطعات بالعراق ولا ولايات. ننزل هنا، انا راسا كتب لي بغداد، كتبت للعراق، كتب لي راسا بغداد. قلت له نعم بغداد. ما هو افضل وقت للاتصال بك، صباحا، بعد الظهر، باخر النهار؟ انا اقول له صباحا. انتقل للخطوة الثانية. شوف شلون الخطوة الثانية انفتحت قدامي، انا دا اشوفكم بالخطوات شلون راح اقدم عليها. مثلا يقول لك هنا هل استعداد تقديم فحص كامل للخلفية الجنائية؟ اقول له نعم. هل عندك واحد؟ اذا عندك واحد قل له نعم، واذا ما عندك انا اقول له لا. هل يمكن تقديم مرجع؟ قل له نعم. طبعا هاي كم سنة لديك في خبرة التنظيف؟ اكتب له سنتين، اكتب له ثلاثة، ترى مو فد شي. بس عندهم اسئلة يعني ما تدخل بالعقل، ولكن هي اسئلة يحبون يسألوها. مثلا يقول لك نوع الهاتف مالتك شنو، ايفون، بلاك بيري، ذكري، مظهري، غير هاتف ذكي. يعني ما هاي الاسئلة مالتهم. مثلا تكتب ايفون او هاي، مو يعني تجاوب عليها، بس جاوب جوابك يعني. اختار لك اي تليفون او ليس لدي هاتف. هنا ما هو المستوى الانجليزي تتحدث به بطلاقة؟ لا ولا احد، كل شيء ما اعرف. ما هو المستوى اللغة؟ ماكو، هي تنظيف انا ما محتاج. بس هم اسئلتهم يعني، شوف يقول لك شلون تذهب الى العمل؟ قلت بسيارتي، بسيارة صديقي، بوسائل النقل العام. ما هي الوظيفة التي تبحث عنها؟ هنا السؤال المهم، تريد عقد دوام كامل بعقد، مو دوام جزئي بموسمي، لا دوام كامل بعقد. هنا أنا ما هو التحول المثالي الذي تبحث عنه؟ يعني شو اقول له يعني، مثل الوقت اللي تريده، مثلا من 12 صباحا، من الليل الثاني من الصبح، او من الصبح لليل، بكيفك. ما عدا الساعات اللي تبحث عنها، 20 او اكثر من 20، ها هي. بعدين احمل السيرة الذاتية. طبعا السيرة الذاتية هي شنو؟ جدا سهلة بالتنظيف. أنا عندي خبرة بالتنظيف، أنا عندي لياقة بدنية، أستطيع حمل 40 رطلا أو 50 رطل، أنا أحب هذه الوظيفة، أنا دائما أمارسها، أنا عندي هوس بهذه الوظيفة وكيفية العمل بهذه الوظيفة. وأدز السيرة الذاتية وأضغط يقدم. هسا نرجع لصفحة الوظائف. مثلا عندك، احنا نرجع نفتحها. مثلا عندك منصب مشرف نظافة شمسية، عندك شوف هنا يقول لك دوام كامل وجزئي، يعني بحالتين، اكو جزئي واكو كامل. هنا عندك موقف حرس مسائي، عندك هنا منظفات نظافة مسائية، منظف مسائي، منظف تنظيف مسائي، منظف مسائي، موقع تنظيف مسائي، دوام كامل او جزئي. يعني بها دوام كامل او جزئي، او جزئي. هم هنا راح اشوفكم التقديم، هم هنا اقرا الوصف او قدم. انا ادخل على التقديم، راح يقول لي نفس الشيء، وراح اطلعلكم بالدليل انه الدوله. شوف شوف يقول لك اختار الدوله، حتى لا احد يقول لي هاي بس من داخل كندا، او شخص ثاني يقول لي انا مدى اشوفها في صندوق الوصف. اخي العزيز، توجد في صندوق الوصف، هو اسفل الفيديو، تضغط عليه راح يطلع لك موجود رابط العمل او رابط موقع التقديم، تقدم عليه، تضغط عليه راح يطلع لك، هو يطلع لك باللغة العربية او بالانجليزية، تستطيع الترجمة مالته. وطبعا اقدر هم لبنان مثلا اختار. شوف هنا سيختار لي المدينة، مثلا هنا طبعا هو على المدينة القديمة دخل بيها. هسه مثلا هنا الكويت، هنا موروكو، هنا المكسيكو، هنا جنوب، هنا كل الدول العربية اللي تريد تقدم
عليها بهذه الوظيفة، ولأول مرة أني أنشرها وعلى اليوتيوب تنشر هاي الشركة اللي ما تحتاج بيها أي وشهادة أي دبلوم، حتى رخصة عمل ما تحتاج بيها. وإن شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك حتى توصل الأكثر عدد يستفادوا من هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.